13 مليار ديال الدهم اللي غادي تعطيهم الناس باش تخليهم يستهدوا. حنا ما اللحم ما كان كيدخل ما كانش كتدخل منه لا غوسيت لان ما كانوش كانوا لي دغوا الدوان اللي ما كيخلوش ان هذاك اللحم يقدر يوصل. دابا حيدناهم يعني ما كاين حتى شي ضياع بالنسبه للدوله وما كاينلاش نغلطوا المواطنين، ولكن على الاقل كونوا صراحاء لان المغاربه بلي كيسمعوكم وكيشوفوكم وكيسمعوكم كتكلموا بغاو الحقيقه. خصكم تقولوا صراحاء بانه كاينه اشكاليه ديال الجفاف اللي هي كبيره، كاينه اشكاليه ديال 4 سنين ديال الجفاف، الماء قليل، لي بيريمتر ايريغي ما فيهمش الماء، البهيم ما عندهم ما ياكلوا، هابط المستوى ديالهم، العرض والطلب يعني ما بقاش يعني في ليكيليب، فلهذا ما عندنا بقى فيه توازن، ما عندناش شي حل اخر الا نقلبوا على اللحوم اللي يمكن تجي من الخارج بأثمنة مزيانة، وحنا غادي نشوفوا السوق لأنه كل شيء بالعرض والطلب، خص يكون التوازن، غادي نشوفوا السوق كيفاش غيفاش كومبورتي، والوقت اللي خصنا نسدوا، الوقت اللي خصنا نحلوا، وغادي نمشيو ونخليو الإمكانيات مع العلم أنه تعطات إمكانيات كثيرة، يعني الناس اللي كيزاولوا هذه المهلة ديال تربية المشية، أعطتهم إمكانيات كبيرة لا ديال العلف ولا ديال يعني باش يديروا التحسين ديال لابرودكسيون ديالهم، باش يمكن لنا من دابا واحد العام إلا كان إن شاء الله يعني الشتاء في الوقت ديالها يمكن لنا نبداو نسترجعوا القطيع وهذاك الباتريمون ديال الشبتيل ديالنا. وراه ما يمكنش 4 سنين ما كايناش الشتاء وما كاينش العلف وما يقدروش يولدوا بصفة صحية لأن ما كياكلوش، وتجي وتقول بأنه فين مشى القطيع؟ القطيع ما ماشي المغاربة اللي كلاو، راه ضعاف يعني راه ضعاف، لأنه لا سيتياسيون والواحد لا سيتياسيون اللي كيكون في المسؤولية خاصه يواجهها بالواجهة اللي هي خاصها تواجه. فلهذا هذا الشيء كله اللي كنهضر عليه، لأن جيت من الكلمة ديال التضخم، كلمة تضخم عالمي مستورد، وقلناها وكان حقيقة بأنه مستورد، وكان 6% وكان 6.1%، ولكن نقولوا بأنه كاين برامج حكومية اللي هي واقعية واللي هي كبيرة اللي خلات أنه اليوم قل من 1.1 ولا 1.2% هو التضخم هذه السنة. إذا تحكمنا يعني في القضية ديال التضخم. الحكومة كذلك نهرجات لقات مجموعة من القطاعات كان عندها مشاكل كبيرة، هذا شيء واقع، ولكن يعني لا أتجه لحكومة سابقة، أتجه لواقع اللي هو مولود من واحد لا كونجونكتور اللي كانت، واحد لي ديفيكول واحد الصعوبات اللي كانت. قطاع السياحة اللي كان مشدود، قطاع الصناعة يعني ما عندك معامل تخدم في العالم، حتى الا بغيتي بياسه خصك تسنى 3 شهور ولا 4 شهور يعني باش تجيك من الخارج باش لوزين ديالك يقدر يتمتو. لي طرافو بوبليك السينيزا هو عارف الاثمنه كيفاش كانوا انفاجو، كيفاش يعني الحكومه جابت اجوبه، الناس ما عندهمش فلوس، ونا انجكتي تي فيا عطينا 20 مليار ديال الدرهم في ذاك الوقت. هذا الشيء كله في ظروف اللي هي صعبه، والبترول 120 دولار والاثمنه ديال مطيشه فين وصلات وهذا، وما كاينش لي برودوي، ولكن الحمد لله اليوم يعني بالحكم يعني الحكومه قابطه الكاب ديالها وكتشوف ما فرطت حتى حاجه لا في لافلاسيون باش لا ميتريز ديالها، ولا في الاشكاليه ديال القطاعات الاستراتيجيه اللي خصنا نمشيو فيها، ولا في المسائل الاجتماعيه اللي هي الدوله الاجتماعيه اللي هي مهمة اللي فيها اليوم لايمو اوبليغاتوار، لا لايمو ديال التضامن اللي وصل له بعد 1 مليون، وكذلك الاعانات الاجتماعية اللي كيمشيو للمواطنين اللي وصل له بعد 1 مليون ديال العائلات، يعني اكثر من 10-11 مليون ديال الناس اللي فهذا كله ايجابي. كيفاش انه زعما راه الواحد زعما راه ثقيل هذا الشيء، يعني اموال اللي هي كثيره وميم تو خاصك دير تنميه وتخلي لي زونتربرونور يخدموا وتخدي الشركات ويكون الرواج. وانا نعطيكم غادي
نتكلم معكم على مدام قلتوا لي بانه سنتكلموا على المشاكل ديال الشوماج وديال لومبلوا، ما فيها بس نتكلموا نتقاسموا بعض الارقام. احنا عارفين ان الخدمه ديال الحكومه هي البناء، الاوراش المستدامه هي شنو اللي غادي نمشيو غداش غادي نخليو مورانا. وسمحوا لي نعود نقولها، هذا هو الفرق بين الحكومات، لاننا ما خصناش نكرسوا التاخر اللي لقيناه في واحد الملفات ديال التعليم والصحه واشكاليه الماء. واليوم حنا مفتخرين بالنتائج ديالنا ونسبه العجز ملتزمين باش نزيدوا نهبطوها. اليوم 2025 الماليه كتقول بان غادي نوصلوا ان شاء الله ل 4%. لا 24 25 عاودوا نصفقوا، ما كاين مشكل. 25 غادي توصل 3.5%، والماليه كتقول بان يمكن نوصلوا ل 3% في 2026. ولكن انا بالنسبه لي لو وصلنا غير 3.5 وبقينا فيها في 2026 راه ديجا جينا من 7%، وهذا شيء اللي هو جد ايجابي. المديونيه راه اليوم في اقل من 70%، وبعض لي رابور اللي هما ديال لي زاجونس دو نوتاسيون كيقول لك الا بقى غادي المغرب في هذا النمط وفي هذا العمل اللي هو ايجابي، يمكن هذيك يعني في افق 2030 توصل ل 65%. هذاك لوطو ديال سي موديز وقيله هما اللي قالوها 68% اللي يمكن يوصلوا ليه. بلادنا اصبحت اليوم رائده في صناعه السيارات وصناعه الطائرات، وما حسيناش بالتراجع ديال الفوسفات 2023 اللي كان فيه صعوبه، الان رجع ان شاء الله الحمد لله يعني المستوى ديالو بذاك الوقت بتراجع الطلب العامي. وسمحوا لي راه ماشي هذا الشيء راه كان تقال من قبل، راه ماشي بقات لنا الملحه، كل طياره كطير والا فيها ان بياس ماروكان. يعني باش انت سنتيسي كنعرفك جد ايجابي ومقاول وكتعاون سميتو، فملا بدا ما نشوفوا لا موتي ديال النص ديال الكاس اللي هو عامر. واليوم المعدل ديال الناتج الخام الغير الفلاحي في ثلاثة سنين اللي فات كان 3.4%، ورغم التراجع ديال الصادرات الفلاحيه من ناحيه الحجم بقات القيمه هي صادير كو لا فالور طلعت. هذا مجهود وطني كبير قامت به الحكومه، والحصيله اللي تحققت حنا مفتخرين بها، لان حكومه مسؤوله وكنتحملوا المسؤوليه ديالنا وما كنديروش بون. ومشينا مزيان في تكريس الدوله الاجتماعيه تكلمت عليها، هذا الشيء اللي خلانا واقفين وصامدين وغادي نكملوا في هذا المسار ان شاء الله. هذا الشيء ماشي فقط حنا اللي كنقولوا، هذا اعتراف ديال المؤسسات الدوليه، يعني دزنا في وضعيه مستقره الى وضعيه ايجابيه في التصنيف الانتمائي الدولي ديال وكاله ستاندرز اند بورد. وبفضل الاصلاحات الكبيره اللي عملنا خرجنا من اللائحه الرماديه ديال الكافي، وان شاء الله بقى لنا يعني اقل من عامين باش ننجحوا في كل الاوراش اللي فتحناها.